محافظة على كلام جده. جده في الاول وفي الاخر لعيب نادي الاهلي وشغال في مؤسسة تانية خالص دلوقتي. اللي انا عايز اوصله لجده برضه عشان رده على ما انا الكابتن عايز، احمد انا عايز واحد سليمان. واحد. انا بس جده انا هروح له بعدين، هنروح له تمام بعدين، بس انا بتكلم على القصه. ايه رايك في اللي يقوله الكابتن عارف بصفه عامه؟ لا لو الكلام ده فعلا وبيحصل، وكان بيحصل في انديه تانية مبدئيا، كان النادي الاهلي كان ليه الفرع التاني كان الجونه من فترات سابقه، فاللي بيحصل ده انا اصدقه، مش هقول لا. ولما يطلع تصريح زي تصريح كابتن ياسر ريان وحسن مصطفى فعلا طلع واتكلم وقال لك الكلام حتى من موضوع الكندوسي ده حصل، كلام مصدق، مش الناس مش هتطلع تقول ده كلام، صوت وصوره، هم بيقولوا ايه مش ده صوت هيطلعوا بالظبط، وصوره مش هيطلعوا يقولوا كلام في الهوا. بس الحاجه طيب، هو التانيه انا عندي التصريحات بتاعت الكابتن معتز، بيقول انا طلعتها يعني، بيقول ان هم لديهم قاعده داخل نادي سيراميكا كليوباترا، وهي عدم انتقال لاعب من الاهلي جه سيراميكا لنادي الزمالك والعكس. هم مش النادي الاهلي اللي بيقول لهم، هو بيقول لك مجلس اداره وعرف عنده قاعده، هو ادارته نقول دي قاعده، قاعده داخل هو نادي اللي سيراميكا، عاملها، ما مش اتفاق بينه وبين النادي الاهلي. مستغرب ليه دلوقتي ليه بيقول ايه والعكس؟ لا عيدها معلش يا كابتن احمد، بيقول نصا ان هم لدي، لا معلش اتفاق، لا لا لا, لا, لا يا كابتن، قال كابتن لا لا بالفيديو التلفزيون قال كده كابتن، لا لا جيبوا لا 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 فيديو قدامي كابتن، جيبوا الفيديو يا كابتن، هات فيديو. يا كابتن ماشي هات فيديو يا جماعه، جيبوا فيديو. ايوه يا كابتن اهو يا كابتن، ما انا بقول لحضرتك اهو هو فيديو. ايوه لديهم قاعده داخل سيراميكا كليوباترا، هي عدم انتقال لاعب انتقل من النادي الاهلي الى السيراميكا الى الزمالك والعكس. ما قالش ان هناك اتفاق بين الاهلي والسيراميكا بالظبط، كلام واضح. لا والعكس. هنا الكلام، هنا الكلام يبقى دي اراده فرديه لاداره نادي السيراميكا كليوباترا، هم مش عايزين اللاعب اللي بيجي لهم من النادي الاهلي يروح الزمالك. والله ده يا سيدي هم شايفين كده. وزد انا ماليش دعوه بقى، النادي الاهلي، النادي الاهلي كده مش طرف كده، النادي الاهلي يا كابتن عرفت مش طرف، ده الكلام واضح اهو، حتى بيتكلم على احمد رمضان بيك. والعكس 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 عكس ايه؟ تمام عكس النادي الزمالك، ما هو بيك كان رايح الزمالك. بلناش بص بص يا عمرو اللي بتكلم عليه كابتن عفت، ان في حاجات حضرتك دلوقتي بتقول عقد، انا بقول لك قاعده، كلام انا اللي صح، قاعده مش قاعده داخليه، قاعده داخليه جوه سياسه نادي سيراميكا. مفيش حاجه اسمها عقد لانه مش معترف بيه او حتى شفهي والله. لا ممكن شفهي، والله ده كلام ممكن شفهي يا كابتن، ممكن يبقى في، ما اقدرش يا كابتن احاسب حد مسؤول بيتكلم على نيته او على الكواليس اللي ما بيقولهاليش، لا ما اقدرش اقول كده. ما اقدرش اقول ان المسؤول الفلاني في النادي الفلاني ميال للنادي الاهلي. الزمالك طلب كام لعيب من زيد؟ بص يا كابتن، في مسؤولين اخرين في انديه اخرى قد يكونوا ميالين لنادي الزمالك، ده وارد على فكره. فين؟ انا بقول وارد. قول لي فين؟ انا ما بقولش. احمد هو عفت قال حاجه، انت سالت سؤال دلوقتي، انت طلبت من مين من زيد؟ طلبنا محمد اسماعيل والبنوبي. ثواني بس. آه. محمد اسماعيل قال لك عايز اروح النادي الاهلي. ها؟ حسم المقوى قال لك انا عايز اروح النادي الاهلي. والبنوبي قال لك عايز اروح النادي الاهلي. مين اللي قال كده بس يا عم؟ انت سالتهم؟ سالتهم؟ انت سالتهم؟ كابتن يا عم ده الكلام، ده الكلام بتاع بتاع البروباجندا والكلام ده. مش بروباجندا، لا 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 مش بروباجندا، مش بروباجندا كابتن عفة. ده محمد اسماعيل، ده محمد اسماعيل قال لك ارجع النادي الاهلي عشان انا اول واحد اتكلمت عليه. يا عم اسمعني، يا عم اسمعني، كان اوكي، هو ما عندوش مانع يجي الزمالك، بس الاداره مش عايزه. بس اداره مين؟ زد مش جوميز اللي مش عايز مدافع. لا زد، وفي اختلاف بينه وبين الكابتن احمد سليمان، انا مش عايز اضمه مدافع. لا طب لا هو لا كابتن يعني، بس حاجه من ضمن الحاجات، انا بس انا بحاول طب. اللي انتوا بتقولوه انا بقى عامل زي الايه، بجيب من هنا وببرر انا عايز يعني مثلا انت بتقول تصريحات ياسر ريان، انت كده عندك كده حالتين او ثلاث حالات في السيراميكا، مثلا صديق جولة، عندك بيكهام، وعندك احمد ياسر ريان، وعندك عمرو قلاوه، صح كده؟ عمرو قلاوه تمام. هو ياسر ريان قال ايه؟ قال ان ابني على احمد يعني وقع للزمالك، ولكن نادي سيراميكا هو اللي رفض علشان النادي الاهلي ما يزعلش. دي تصريحات تنسب لمين؟ ما يزعلش. كابتن ياسر. مين؟ ياسر ريان. كابتن ياسر. لا النادي الاهلي خرج ولا سيراميكا ليه علاقه، ليه علاقه ولا الاهلي يزعل ليه؟ لا يا كابتن، ده كلام ياسر ريان. كابتن حاسب عليه. كابتن احمد في احد التصاريح اتكلم فيها مين؟ كابتن ايمن الرمادي، قال لك اعتقد ان الموقف اللي حصل ما بين القندوسي والبروباجندا اللي اتعملت حوالين موضوعه هو اتاخر ليه، هو بتاعنا والاهلي المتحكم فيه في الفتره اللي مش هيوقفه، زي ما الكابتن عفت قال، كابتن الاهلي هيطلع قرار ايقاف القندوسي عشان ما يلعبش قصاد الاهلي في السوبر المصري. هو ماله النادي الاهلي؟ هو النادي الاهلي بيحاسب ان هو بيتكلم عن النادي الاهلي؟ ماله النادي الاهلي يعمل له تحقيق؟ ما هو النادي الاهلي عمل له تحقيق. ماله هو مش بيعيره؟ هو مش عايز عايره النادي؟ لا انت بتتكلم على ايه؟ بتتكلم على ايه؟ على جزء فيه
ماديات جزء فيه انت يا عمرو بتتكلم عليه. انا دلوقتي انا اعارتك لقناه ثانيه. اجي حاسبك. انت بتتكلم على مين؟ اتكلم على مين ايه؟ على مين؟ حتى لو بتكلم على اهله وماله. لا يا كابتن مين قال الكلام ده؟ يا حبيبي يا كابتن مين قال اللي انت بتقوله؟ يا حبيبي بص بص يا عم بص يا عمرو بص خلي الكلام يعني ايه متوازن. والله متوازن والله كل اتنين في ميزان حساس والله ما جايبه والله يا معلم. انا بقول لك والله انا شفت انت قاعد عليه وانا شايفه. لا مش الميزان ده كرسي. اه والله اه. فيا عمرو في حاجات خلاص انا تابع نادي تاني خلاص. امال يعني انا دلوقتي النادي الاهلي ممكن يجي يقول لي الماتش الجاي يلعب بالراحه وما تلعبش جامد وبتاع؟ لا خالص. يقول لي مين اللي يقول لي لعيب هو اعمل له اعاره لنادي تاني؟ ما ينفعش. النادي ده انا اعارته يعني انا بتحكم فيه طول الفتره دي بكل شيء. الكلام كان بيتكلم عن ايه؟ المدير التنفيذي ورئيس لجنه التعاقدات. اهو مشي فيها اتنين اهو. ما انا مش جعب اللي مشي والتاني موجود. مشوا اتنين. انا بقول لك مشوا اتنين يعني. هو غير تشكيل الشركه بالكامل. ايوه ما انا بقول لك مشي اتنين اهو يعني مشي عشان الكلام عشان الكلام مظبوط مش لا كلام. لا ده قدم استقالته. مين اللي قدم استقالته؟ عدل القيم. انا سمعت كده. طيب انا والله انا عارف انا بقول ايه. ده موضوع تاني. ده موضوع سمعت انه قدم استقالته يا جماعه يعني. التاني مشي ليه؟ مين التاني؟ احنا كل يوم عبد القادر هو برضه اللي مشاش. انا عامل شكل جديد للناس اللي موجوده. بغض النظر دي كواليس النادي الاهلي والنادي الاهلي هو بتاعتنا احنا. اهلي مكه ادرى بشعبها زي ما بيقولوا والنادي الاهلي هو ادرى الانديه بمصالحه الشخصيه. يا عبد الله اللي حصل ده مثلا انا من ضمن ردود الافعال انا خلي بالكم يمكن انا مش ما كنتش جاي اتكلم في الموضوع ده بس انتوا اللي فرضتوا عليا الموضوع ده ان فعلا الموضوع ده مش فرض اصل الموضوع لا كبير. لا فرضتوا عليا فرضا لان فعلا واضح ان القصه كبيره بالظبط واخده من السوشيال ميديا الاهلاويه والزملكاويه. فاحنا طبعا احنا عشان احنا برنامجنا اسمه كلام في الكوره فاحنا بنتكلم على الناس بتتكلم فيه. مثلا الزميل العزيز والناقد الرياضي الكبير والاعلامي الكبير الاستاذ شادي عيسى واحد من اقطاب واحد من نجوم زي ما بيقولوا الاعلام الزملكاوي طالع النهارده في برضه في تويته او في تغريده مثيره جدا قال على الفيسبوك قبل لقاء سيراميكا والاهلي في بطوله السوبر المستخبي بان مع ياسر ريان. يعني ايه؟ هو خد كلمة الكابتن ياسر وحول الموضوع من قاعدة لاتفاق. يا كابتن عمرو هي كابتن عمرو لا بص 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 الاسقاط قال لك قبل لقاء سيراميكا مع الاهلي في بطولة السوبر المستخبي بان مع ياسر ريان. مش أي حاجة نتكلم فيها فهنقعد نعلق على لغاية ماتش السوبر لما يجي وهنقعد نتكلم يا كابتن والناس اللي بتتكلم من نادي الزمالك بتنوه على النادي الاهلي هي نفس الكلام. أدرى واحد من بيبنو. طب انت ايه رايك في اللي قاله شادي عيسى قبل ما يروح لعبد الله؟ في اللي بيقوله ياسر ريان قال انت قريت التويته اللي ياسر قالها قلت لك دخل ياسر. ياسر قال ايه؟ ياسر ده انت تصريحات. قال ايه؟ قال ايه؟ الراجل بيتكلم قال لك ابني مضى سيراميكا حط مبدا اللعيب اللي يجي من النادي ما يروحش الزمالك والعكس صحيح. اللي يجي من الزمالك ما يروحش الاهلي. لا ما هقول لحضرتك على حاجه. المشكله برضه بتوع سيراميكا يعني ايه المعنى ببطن الشاعر بمعنى هو مين اللي بيروح من اللي فين؟ من الاهلي لسيراميكا ومن سيراميكا للاهلي. احنا ما خدناش حد من سيراميكا. عارف يا احمد وحد من وحتى لما طلبنا من سيراميكا اترفض. واحنا خدنا مين من سيراميكا؟ والتعامل بين الادارتين واضح جدا وصريح للناس كلها. كابتن خدنا مين من سيراميكا؟ ما هو بيك هامب ده بتاع الاهلي. يا كابتن ما انت والقندوسي ده بتاع الاهلي. واحد اعاره وواحد انت خلاص مشيته خالص. انت اللي بتودي طيب تمام؟ انت اللي بتودي للانديه اللي ايه انا مش عايز اقول اللي تبع لحضرتك. لا ثواني كابتن بس خلينا نتكلم بمنطقيه. مش احمد بيكام بيطلب لنادي الزمالك؟ تمام. ما راحش ليه؟ اترفض ولا ما اترفضش؟ ليه؟ انا بقى عايز ما انا بسالك عرض مادي ما تساله هو اساله معتز البطال. لا لا اساله ايمن الرمادي. مش مادي مش مادي خالص. مال ايه؟ مش مادي تعليمات. تعليمات مين؟ تعليمات انا حاجه بقول لك انا بقول لك كابتن عارف انت فكرتني بايه؟ بص عادي لا لا ثواني ثواني عبد الله هنقعد ندخل في الكلام لغايه ماتش السوبر. هقول لك الحاجه انت عارف هو مالي ماتش السوبر بالليل ثواني السوبر ثواني المستخبي بان عند ياسر ريان. برضه انت حضرتك هقول لحضرتك على حاجه برضه انت مسكت في الكلمه دي وربطتها بماتش السوبر. مش هو اللي بيقول هو التصريح ده او تصريح شادي عيسى او تصريح كابتن ياسر ريان ليه علاقه بماتش السوبر؟
ليه علاقه بالاهلي بسيراميكا والزمالك بغير دخاني. بس علاقة. عايز اقول لك على وبرده جده ما فيش نار بغير دخان. احمد سليمان اللي قال فاكر لا ما جده يا كابتن. ثواني يا استعداد برده اقول لك على حاجه. عبد الله يا كابتن عمرو اقول لك على حاجه. انت عندك عبد الله سيد وعندك جوكر. تخيل عمر جاب. تخيل انا عايز اقول لك تابع لمؤسسه هو شغال فيها دلوقتي. ما يتكلمش بلسان النادي الاهلي وان هو كان لعيب في نادي الاهلي. هو ما اتكلمش بلسان النادي الاهلي. لا هو يحافظ على اكل عيشه كابتن ويحافظ على المكان. لا بص يا محمد لا هو ما اتكلمش. لا يا كابتن لا انا قريت التصريح بتاعه كويس كابتن. ماشي التصريح واضح وباين. انت بتتكلم يا كابتن احمد سليمان بتقول الفلوس دي كلها جايبينها منين؟ انتوا بتفضوا كل الانديه من اللعيبه اللي فيها. رد عليه قال له انت بتقول ان احنا ما بنساعدش في ده وبتقول احنا بنجيب ما كلمناش رمضان. قال له ده انتوا من اصغر عضو مجلس اداره لرئيس النادي كلكم كلمتوا رمضان صبحي. تمام ايه المشكله؟ قال لك انا ما قلتش. قال لك انا ما اتكلمناش عن رمضان. ده كابتن احمد سليمان رد قال له انت بتقول ان احنا ما بنلكش لعيبه عشان اما بتطلب لعيبه من بيراميدز ما بندكش. ما انت واخد عمر جابر واخد عبد الله السعيد وواخد دونجا